مستمرين معكم مشاهدينا في تغطية تطورات الحادثة المؤسفة لقرش الغردقة اللي أنهى حياة الشاب الروسي فلاديمير بوفوف وعمره 23 سنة. أمس كنا تكلمنا عن تقرير وزارة البيئة اللي طلع وقالت فيه أنه القرش هجم على الشاب بدافع التغذية، وكمان طلع معنا مسؤول في وزارة البيئة ورد على كل المتداول حول الحادثة ووضح الحقائق. الجديد اليوم أنه معهد علوم البحار قرر البدء عمليات تحنيط سمكة القرش من قبل علماء المعهد ليتم وضعها لاحقا في متحف علوم البحار بالغردقة واللي تابع للمعهد نفسه. في المقطع اللي شفتوه بيظهر علماء حول القرش، واحد بيعمل شقوق في جسمها وواحد ثاني بيفحص الجلد، وظاهر كمان في الفيديو مادة بيضاء في فم القرش واللي بتستخدم في التحنيط. بنذكر مشاهدين انه هذا القرش تم اصطياده بعد قتله للشاب الروسي، وبحسب السلطات تم استخراج من معدته رأس وذراعي وصدر الشاب، اما نصه الثاني فالصيادين استخرجوه من مياه البحر. والرواية بتقول انه القرش اللي من نوع تايجر كان في طريقه انه يأكل كل الشاب كاملا، لكن لما بدأ يقترب قارب أحد الصيادين ترك نصفه الثاني في الماء وهرب قبل ما يرجعوا يصيدوا ويقتلوه. طيب عموما، ومع تداول فيديو تحنيط القرش كثار تساءلوا إيش سبب التحنيط وليه رح يعرض القرش في متحف أصلا. في تفاعلكم احنا تواصلنا مع المعهد القومي للعلوم والبحار وهذا رد أحد الأساتذة فيه. ده إجراء روتيني بيتم في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لنشر التوعية البيئية بمكونات البيئة البحرية. تمام. لكل الأسماك النافقة اللي هي بتطلع من البحر، سواء نافقة نتيجة الحادث أو نافقة طبيعية. تمام. ما لم تتعفن، يعني أي أسماك نافقة، سواء نافقة طبيعية أو نافقة نتيجة الحادث زي القروش زي الدلافين، بيتم تسليمها للمعهد القومي لعلوم البحار بمعرفة المحميات الطبيعية وشرطة البيئة، وبيتم تحنيطها لعرضها على الجمهور فيما بعد. عندنا معروضات موجودة في المتحف لأسماك قرش ودلافين وعروسة البحر وأنواع محنطات بحرية أخرى من الثلاثينات. ما كانش فيه حاجة جاية نتيجة لحادث قتل إنسان، كانت حاجات جاية نافقة، وفي حاجات كانت جاية على وشك الموت بسبب كبر السن، وفي حاجات كانت جاية نتيجة لصراع بين الكائنات البحرية مع بعضها. اللي إحنا في عملية التحنيط بنزيل كل اللحم اللي موجود في السمكة والعظم، وبنكتفي بالجلد والفك بس، وبيتم إزالة كل اللحوم عشان ما تتعفنش، وبقايا اللحوم بيتم تجفيفها بالملح بحيث ان اي رطوبه داخل جلد السمكه بيتم التخلص منها، وبعدين بيتم صبغ اللحم بماده مره اسمها البوركس عشان الجلد بعد كده ما يسوس، وبعد كده بيتم حشوها بنشاره الخشب وتتقفل على الشكل الطبيعي بتاع السمك الاصلي.